عادي اقدر اخذك صورة؟ اي عادي ماكو مشكلة. أنا علي بتشاي من الناصرية قضاء شبايش. والله هوار شبايش هي هوار تعتبر من هوار يعني الوسطى، احنا نسميها هوار الوسطى اللي هي اكبر الهوار حاليا بالجنوب، وهي من دخلت ضمن لائحة التراث العالمي بعد صارت واجهة سياحية عالمية، وشلون تقول صار عليها اقبال سياحية من السابق كان بها سياحة. تعتبر شلون تقول حياة الناس البدائية بعت على طبيعتها القديمة السومرية والآشورية اللي كانوا ساكنين ضمن شلون تقول بالاهوار بالجزرات الوسطيه اللي هي تشباشه، وبيوتهم العاديه من القصاب ويربون جاموس، وشلون تقول بعد ما وصل للتطور التكنولوجي وغيره بقوا على طبيعتهم.